ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تعرض الممثل المراكشي عبد الله فركوس أمس الثلاثاء لوعكة صحية مفاجئة فور حلوله بمطار مراكش الدولي، واستدعت نقله على وجه السرعة لمصحة خاصة بمراكش، حيث قام بعملية جراحية طارئة على مستوى القلب تم إجراؤها بنجاح. هذا وقد حل فركوس بمطار مراكش الدولي قادما من سويسرا، بحيث شارك فنانون مغاربة الجالية احتفالات ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة بمدينة كونتوبيغن.